أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم المناطق، لكن تنتشر كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، هي بقايا للمنخفض الجوي الذي تأثرنا به خلال الفترة الماضية. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أجواء غائمة جزئيا، 12 درجة مئوية ملموسة 10، رطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية ناشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، إربد 13-5، عجلون 12-4، جرش 14-6، والمفرق 14-5 درجات مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء 14-7، عمان 12-5 نفس الحرارة في البلقاء، مادبا 13-5، والبحر الميت 21-14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 11-5، الطفيلة 12-5، الشبك 8 إلى درجتين، معان 14-5، والعقبة 23-14 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 17-8، الصفاوي 16-7 مع تريب مثارة، ورويشت 17-6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.